مين مين ما سمعت صراحة؟ جهاد جهاد أبي جهاد جاري، هذا اللي عم يدير محل الصهرة جوز خالته. أيوة لك هذا شو معه شو بيحتكي؟ لك يا أبي الحمد لله وضعه منيح ومقتدر الزلمة، معقولة أحواله، وبعدين رح بعيشها لأختي أحسن عيشة. أحسن عيشة شي ظريف والله. بعدين مين بيعرفها؟ يعني مين بده يعرفها أبي؟ شايفة عندي بالمحل. ليش عم تجي على المحل عندك؟ لا مو بالمحل، بالمحل يعني بتمر ناح المحل بطلع بشوفها بحكي معها كلمتين انا بالعاده وبتتيسر. لا بي لا لا، منين لوين وشو جاب لجاب؟ ايه فعلا شو جاب لجاب، والله معك حق يا ابو صلاح، شو جاب جهاد الادمي المحترم المدين لهذا الحرامي اللي انتو جايبينه؟ صلاح لا تحكي عن الرجال، الرجل صاحب دين وادمي وحاجج لبيت الله الحرام وكل سنه بزكي عن امواله. ماشي ابي ماشي امرك، أنا بقصد إنه جهاد أنسب، عمره قريب من عمره، بعدين البنت على القليلة بتتقبله. هي هيك قالت لك؟ إيه هي هيك قالت لي. والله شيء حلو، عم تنقي تختار على كيفها. لك لا أبي مو هيك القصة، يعني هي المخلوقة يا دوب بتعرفه، بس هي بتقصد إنه هو يعني جهاد أنسب لإلها، أنسب بكتير. إيه ترك لي هالموضوع هلا، ترك لي إياه لفكر فيه، بعدين بنحكي فيه. والله هيك قال؟ والله هو هيك قال، بس انت لا تفرحي كتير لأنه بتعرفي شو يعني يفكر؟ يعني بده يشاور للغزال. معناتها خربت. لا 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 خربت ولا شيء، لا تاكليهم، طالما أنا معك لا تخافي.